عليك. يعني نرجع لمعالي ماما، وفيلم يا معالي ماما حقيقة هو فيلم أسري وكوميدي وفيه قصة وقضية مهمة جدا جدا. كل اللي شافوا الفيلم أو اللي هيشوفوا الفيلم هيعرفوا قد إيه هو بيعني كتير جدا للأسرة المصرية، وبالذات الأم والأب اللي بيتحملوا مسؤولية أطفال وعندهم مدارس وعندهم تفاصيل كتير ليها علاقة بهذا النشء الجديد. يمكن بشرى اختارت موضوع فيلم او وافقت على ان هي تكون جزء من هذا المشروع باعتبار ان هو قضيه مهمه جدا، بتناقش مشكله اسريه بتبقى اصعب لما بتكون الام لوحدها، بيكون مثلا بتكون ارمله او الزوج مش موجود معاها بيشيل معاها المسؤوليه، بتكون حاجه كبيره جدا وحاجه صعبه جدا ان هي تواجه المجتمع وتواجه اولادها وتواجه الضغوط اللي عليها كامراه والضغوط اللي عليها كأم وواجباتها تجاه اولادها وكمان تجاه شغلها لو هي في مجال العمل. يمكن النموذج اللي تقدمه بشرى هو نموذج لسيده ناجحه بتحاول تحافظ على نجاحها اكتر، بتشوف ان هي مراعاتها لاولادها وتامين مستقبلهم في ان هي تشتغل اكتر واكتر، وده بيشغلها بشكل كبير عن ولادها. فبيبقى عندنا مشكلتين، مشكله داخل البيت وهي مش هنقدر نقول غيابها عن البيت، ولكن ان هي مش قادره تشوف احتياجات اولادها الانسانيه او العاطفيه، وفي نفس الوقت بتحارب مجتمع كامل عشان تفضل مستمره في شغلها، وبتناقش قضيه مهمه جدا وهي قضيه التعليم الخاص او مصاريف المدارس او المشاكل اللي بتدور حوالين العمليه التعليميه. يمكن مش بس في مصر، ممكن يكون كمان في الوطن العربي بيقابلوا جزء من المشاكل دي، سواء في مصاريف غالية، سواء في عملية تنظيمية مش مظبوطة، مستجدات أو العصر عموما. مستجدات العصر، أو التعامل مع أولياء الأمور على إن هم زي ما اتقال في الفيلم كلاينت أو عميل، مش إن هم أولياء أمور، وإن العملية التعليمية دي شيء يعني استثماري يعني استثماري مش تربوي. مفترض إن هو شيء تربوي، يعني حتى الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم. احنا دخلنا جد قوي بعد الكوميديا والموت والحاجات دي، يعني كوليكشن الحوار النهارده فظيع. عايزه يعني ادخل معاكي في بدايه موضوع الفيلم، ان انت بشرى كبشرى انت امراه قويه ودايما بتدعمي النساء في مجالات مختلفه، سواء في مجالات اداريه، سواء في مجالات ثقافيه، سواء في مجال شغلك، بتدعميهم بان هم موجودين معاكي في تابلو واحد او بتدعميهم في شغل خاص بيهم. واحنا شفنا كتير من الوجوه الجديده او اللي ممكن تكون عملت مشهد او مشهدين ولكن انت مبروزاهم بشكل كبير ومديهم مساحات وبيضحكوا معاكي وانت بتضحكي معاهم وكأن هم زملاء من سنين، وفي نفس الوقت انت بتناقشي قضيه امراه عصريه بتواجه كتير من الصعاب، يعني على اكتر من مستوى. ممكن انت في المستوى اللي انت كنت فيه مستوى غني شويه ولكن عنده نفس المشاكل، ويمكن اكتر من مستوى المراه اللي اقل على المستوى الاجتماعي، هي ممكن ما يبقاش عندها القدره ان هي تدفع فلوس كتير في المدارس، بس هو مرتبها يمكن ما يجيش اكتر من كده يعني. بص، يعني انا بدأ مش شاطر بغض النظر هو امرأة او رجل، يعني الشاطر حقه علينا ان احنا ندعمه. فلما بتبقى بالصدفة انها واحدة ست تبقى فرصها اصعب شوية يمكن، علشان يعني مش دايما الست بتعرف تاخد حقها يعني بسهولة في مجال فيه رجالة اكتر مسيطرين او مهيمنين عليه. فانا بدعم الشاطر، وبعدين بدعم الموهبة بغض النظر هي لرجل او لست، برضه طالما الموهبه قويه وكويسه وبتقدم شيء جديد وبتضيف للعمل وهتسعد الجمهور، لان احنا في الاخر بنشتغل الناس. يعني انا مش عامله الفيلم ده للوسط الفني، مش عامله الفيلم ده يعني علشان اتفرج عليه انا وعيلتي، لا انا عاملاه عيلتي جزء من المجتمع، بس انا عاملاه للاسر المصريه، فيلم عائلي، فيلم تقدر الاسره تدخل مع بعض ما يبقاش فيه حاجه تضايق اولياء الامور اللي احنا بقينا نقول عليهم كلاينتس في المدارس دلوقتي الاستثماريه دي. بس عايز اقول لك ان هو يعني الموضوع شائك جدا لدرجه ان هو في شعره ما بين الكوميديا وما بين الواقع المؤلم اللي احنا فيه، فانتوا حافظتوا جدا على الشعره دي، خليتوا الموضوع في عمق وكل حاجه ولكن دمه خفيف، يعني ما تحسيش انت داخله تشيل الهم، لا انت داخله تفرغي شحنه من عندك. ما هو في هم بيضحك وهم بيبكي وكده يعني، وهم يا جمل وهمبرجر، انت عارف دول الاربع هموم اللي كلنا. المهم هي الهم ده كبير، بس مش لازم نبقى يعني بنخرب بصل على قلوب المشاهدين، يعني مش دايما ممكن نقولها بطريقه لايت وبطريقه خفيفه ولطيفه، وكل واحد بقى يحسها بطريقته، كل واحد يفكر فيها من وجهه نظره. بس هو كفيلم
مطلوب منه يبقى وجبه خفيفه لانه عائلي، فيلم اسري، هو ينتمي الافلام زي اولادنا ما بيروحوا يتفرجوا على افلام ديزني والافلام اللي هي قنوات مخصصه ليهم، احنا لازم يبقى عندنا النوع ده في السينما عندنا، ما يبقاش كله اكشن وسسبنس وجريمه ودراما وخيال علمي والحاجات دي كلها. فانا شايفه ان النوعيه دي مطلوبه جدا، لانها مطلوبه لانها بتحاكي ثقافتنا احنا وبتحكي عن حوادتنا احنا ومشاكلنا احنا، مش بنتفرج على حواديت الغرب والامريكان بس من خلال برامج الاطفال ومسلسلات الاطفال وافلامهم يعني. فانا شايفه ان هي كانت تجربه مهمه قوي، ومعانا فعلا مجموعه من الموهوبين يعني، محمود الليثي، ريهام شنواني، معانا طبعا استاذ سامي مغاوري استاذنا كلنا، بس في كمان شباب كتير، محمد صفاء واحمد سالم وداليا الخولي ونور ادري ونور واسلام طلع في مشهد، ورغده جلال وحسام داغر جاي برضو كرمنا بمشهد ضيف شرف. انا عايز اوجه له تحيه حسام، يعني بجد يعني طلع مشهد دقيقتين او ثلاث دقائق بكثير، رهيب يعني، هتقعوا على نفسكم من الضحك، لازم تشوفوا المشهد ده تحديدا، مهم جدا. انت ضحكت فعلا صح، انا مت من الضحك. يعني انا سبحان الله لقيت ناس كتير قوي خارجه من الفيلم مبتسمين، عارف حتى لو ما متش من الضحك، احنا ما بنقولش ان احنا انا مش هنادي ولا، انما هو فيلم لايت اجتماعي مطلوب ان يبقى فيه ابتسامه على وش المتفرج وهو بيتفرج طول الفيلم، في طبعا حاجات بتضحك قوي بس يعني اختارته يعني المخرج طبعا اختار يعني مجموعه من ضيوف الشرف، كل واحد ادى دوره مظبوط وفي توقيته، يعني حتى لو حد مثلا لو انت مثلا تاثرت شويه بالوضع اللي انت فيه والاولاد والمشاكل اللي بينك وبينهم والكلام ده، تلاقي حسام داغر داخل بوق خلاص بوظ الدنيا، يعني خرجت من ما دخلكيش في مود الكآبه او الحزن على الموضوع، وفي نفس الوقت عملتي بالانس في القصه. الناس محتاجه تضحك والناس محتاجه تتبسط ومحتاجه تشوف نفسها فينا في الفن وفي الفنانين، ونبقى بنقرب لهم بمواضيعهم، نبقى بنعبر عنهم، يعني ده جزء كبير من دورنا برضو يعني، نحس ببعض يعني. فاتمنى انه يعني يبقى، انا شايفه من ردود الافعال الاوليه اللي حصلت، الفيلم بقى له 4 أو 5 أيام بس في السينمات، انا شايفه ان ردود الافعال كويسه، وانا بلف على السينمات بنفسي وبروح وبقابل الجمهور بنفسي، وحتى هطلع المحافظات كمان لهلوبه. لا انا مهتمه ما شاء الله يعني. لا والله مهتمه انه اقيس رد فعل الناس، اشوف ايه عشان التجربه اللي بعدها فيلمي اللي جاي بالذات لو هينتمي لافلام الاسره والعائله، ابقى عارفه ايه اللي بيعجب الجمهور وايه اللي ما بيعجبش الجمهور، ما بقاش قاعده حاطه ايدي وبتكهن او بتخيل مع نفسي من غير ما اشوف الواقع يعني. مين رفع عليك قضيه، رضوى الشربيني ولا ريهام سعيد؟ لسه تالي منتج الفيلم اللي عايز يرفع قضيه على واحد من اللي بيعلقوا على الافلام بلوجرز، حد من اللي بيعملوا حاجات كده على اليوتيوب، هو عايز يرفع لهم قضيه، لانه هو الحقيقه دمه مش خفيف خالص يعني، يعني حتى لما يجي يقول رايه يعني، يعني مش عارف، مش قادر تاخد منه وجهه نظره، لان هو نفسه لما واحد يبقى بيعلق على فيلم دمه خفيف لازم هو نفسه يبقى دمه خفيف، بس صحيح. هذا الشخص اعتقد ان دمه مش خفيف. كان رضوى الشربيني بقى وريهام سعيد، اعرف بس الناس هو ايه اللي حصل. بصي كان بيجي لها كوابيس في الفيلم، فبيطلع لها رضوى الشربيني مره وريهام سعيد مرتين تقريبا، توصيه ابراهيم جدا، فكانت هي دي الكوابيس اللي بتفوق بشرى من النوم عشان تشوف بقى هتعمل ايه في مستقبلها مع عيالها يعني. عشان هي رضوى معنيه بقضايا المراه دايما بتتكلم وبتدافع عن المراه وكده، فكان مهم ان احنا وعلى فكره انا لجأت لها ولجأت لريهام ان هم يجوا هم بشخصياتهم الحقيقيه، بس هم ما كانش عندهم رغبه ان هم لما يمثلوا باساميهم الحقيقيه، او ده اللي اتقال لي يعني، لان كان في وسطاء بيني وبينهم يعني، هم اللي كانوا وصلوا المعلومه. المهم بقى ان انا اتفاجئت واحنا بنتفرج على مسلسل وادي الجن انا وريهام سعيد عشان الجزء الثاني نزل، فبنتفرج مع بعض، لقيت ريهام بتلومني بتقول لي ازاي ما تقوليش انا اجي اعمل الدور بنفسي، قلت لها يعني انت كنت موافقه؟ قالت لي ازاي؟ لا مين؟ قلت لها الوسيط اللي بيني وبينك قال لي ان انت مش حابه تطلعي بشخصيتك. قالت لي لا مش حقيقه، انا اعمل معاكي اي مشهد واجي اقف معاكي جدا، والحقيقه كانت منتهى الترحاب والجدعانه بصراحه يعني، فانا بشكرها جدا على يعني مفيش قضايا من ناحيه ريهام. طب رضوى؟ رضوى لسه بقى هنشوف اخبارها لسه ايه؟ لسه ما شفتش الفيلم بقى، لما تشوف الفيلم هنعرف بقى هي، بس يعني انا املي فيها كبير، لان رضوى برج الميزان زيي برضو، وبرضو يعني هتبقى فاهمه ابعاد وهو الموضوع كان افيه لطيف يعني، ما فيهوش اي سخريه او تقليل من خالص، هم سايبين بصمه مع الجمهور، فطبيعي انك تستغل هذه البصمه في انك انت تركز على الحاجات اللي هم مشهورين بيها وتعملها يعني، وبعدين ليكوا عندنا يعني
ليكوا عندنا هو حقه. فيلمكم الجاي هي بقى بص هتيجي تعمل بوشة الحقيقية في طيب انا موافقه ما عنديش تجيب معاها مشكله. كل أفكارها الواقعية الرياليتي اللي بتدمر دي اللي بتجيب من الآخر وهتيجي. هو هيجي قوي. بص ألف ألف مبروك على الله معالي يبارك ماما، أنا فيك. بشكرك جدا على اللقاء ده، يعني أنت كنت هتعيطينا في الأول بس الحمد لله إحنا ختمناه لا ما بضحك. فيش عياط خالص يا جماعه، والله ما فيش عياط خالص. انا مبسوطه جدا بنجاح الفيلم ومبسوطه بردود الافعال وسعيده ان انا موجوده هنا في اليوم السابع بجد، لان انا بعتبر دايما ان ده بيتي يعني، كموقع من المواقع اللي انا بحبها فعلا وبتابعها يعني، حتى ده مش كلام يعني، اللي عارف ان انا عندي على الانستجرام هيعرف ان انا اول باول بتابع اليوم السابع يعني. فانا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده وبشكركم جدا على احنا سعداء الفرصه. بيكي شكرا. وبوجودك معانا، ويمكن دي مش اول مره وكل مره برضه يعني بتضربنا في مقتل بس بتطلع تفجر حاجات جديده ما كناش نتخيل انها تطلع من بشرى يعني. بس يعني الف لا مبروك الله يبارك فيك، وان شاء ميرسي الله اللي عاد. جاي احلى. شكرا. وعايزه اقول باي باي نور، ايهاب وسولي وياسين امير اللي هم اولادي في الفيلم، عايزه احييهم واقول له نور سلامتك الف سلامه، عشان عرفت انها تعبانه شويه يعني. الف سلامه عليك. ميرسي جدا. مشاهدينا في كل مكان، ده كان لقاءنا مع النجمة بشرى، خليكم معنا وتابعونا من داخل صالة التحرير، لقاءات كتير وتغطيات حصرية فقط لمتابعي اليوم السابع.